الميت إذا رأي في المنام يده مقطوعة أو مجروحة أو مكسورة، يديه أو قدميه، غالبا مثل هروة هذه أو فخذة، جرح أو قطع أو شلل أو عجز عن الحركة والمشي، كل مثل هروة هذه اللي ترى في الميت ترى غالبا ما تدل على تخص الميت، تخص عياله، تخص ذريته، أرحامه، أقرابه، أقربائه. فلذلك يا أخواني في الله إنما هي رسالة للأحياء لا تخص الميت. وش المطلوب؟ نتواصل فيما بيننا، نتراحم فيما بيننا، ندحض الزلة، نعفو، لا نتهاجر، لا نتقاطع، لا نجرح بعض، لا نكسر بعض، أخطأ نعفو، لأن الأطراف هذولي يعني هو جزء من الأب، جزء من الجد. الفخذ كذلك من العائلة، فخذ فلان من عائلة فلان. أما إذا كان التخصص الميت، إن كان على خير ورضي بخير نرجو له خير، وإن كان على غير ذلك ندعو له.